لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. يقول الكاتب حسين صالح السبعاوي: هناك جهات خارجية لا يمكن أن تكون الحكومات بهذا الضعف إلا في البلدان الفاقدة للسيادة، وهو الوضع الذي يعيشه العراق بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني، فهما أصحاب النفوذ الأقوى في العراق، ولا تستطيع أي سلطة أن تقف في وجه هذا النفوذ. يضيف الكاتب أيضا أن هناك جهات أخرى تحكم العراق مثل المرجعيات في النجف، وهي صاحبة أقوى نفوذ في الدولة، وهي من تتحكم في المشهد السياسي، ومن يتجرأ على ذكرها بما تكره يدفع الثمن غاليا. وهذا الحال بدأ بعد الاحتلال عام 2003، أما قبل هذا التاريخ فكان دور المرجعيات ينحصر في الفتاوى الفقهية وأرشاد الناس إلى الصلاح وعبادة الله، أما بعد الاحتلال تبدلت هذه المهمة لتتحول إلى نفوذ سياسي قوي، ما يجعل النظام في العراق نظاما ثيوقراطيا مقننا. يوجد في العراق أربع سلطات حسب النظام البرلماني المعمول به، هي كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ومجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى. وأغلب الشعب العراقي يعرف جيدا أن جميع الرئاسات الأربع عاجزة عن إدارة الدولة بمفاصلها، وعاجزة عن حماية الشعب من الاعتداءات اليومية التي يتعرض لها، وأنها عاجزة عن حفظ المال العام، وغير قادرة على حفظ سيادة العراق وحماية حدوده من أي اعتداء خارجي، بسبب وجود جهات أخرى فوق القانون هي من تحكم الدولة وتتحكم في كل مفاصلها، سواء كانت هذه الجهات تحكم من خلف الستار أو من خلال القوة والنفوذ على الأرض. ولكلا يكون كلامنا جزافا وبعيدا عن الواقع السياسي أو مجرد ادعاءات غير مبنية على الحقائق، نأخذ بعض التصريحات التي أدلى بها كبار مسؤولي الدولة، وخاصة من السلطة التنفيذية بكونها أقوى السلطات ولديها أكبر الصلاحيات، ولاسيما أن رئيس الوزراء هو مسؤول السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة. فوزير الداخلية ذكر في أثناء أحد تصريحاته لإحدى الفضائيات أنه مكتوف الأيدي ولا يملك صلاحيات تغيير نقطة مفرزة من مكانها. أما وزير الدفاع في الحكومة العراقية فمعلوم عنه أنه لا يمتلك أي صلاحيات حتى ولو تغيير مكان أصغر وحدة عسكرية، ولا يستطيع تحريك القطاعات العسكرية أو تحديد مهماتها أو الإشراف على العمليات، بل هو مجرد واجهة لجهات أخرى حاكمة. وهكذا حال بقية الحقائب الوزارية، كلها مجرد أحجار على رقعة الشطرنج. والأقرب أن رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، وهو أعلى سلطة تنفيذية في الدولة، يقول إنه تحول إلى معقب. في حركة شعوب العالم المختلفة، ساهم الإعلام بالتهيئة لثورات شعبية وإسقاط حكومات وإحداث تغييرات إصلاحية، وأيضا تعزيز قيم المشاركة السياسية والتحولات الديمقراطية وغيرها من الأدوار التي تعتمد إلى حد كبير في قوتها وتحكمها على طبيعة علاقتها مع الدولة وحجم الحريات ومستوى الرقي القانوني السائد في هذا البلد أو ذاك، كما أنه قد يساهم في توجيه المجتمع وفق برامج الإغلاق الفكري السياسي وتعمية الرؤية الحقيقية لمصالح الشعب خدمة للقيادة السياسية وأهدافها، وهو ما يظهر بوضوح في الأنظمة الاستبدادية أو الدول المفككة والهشة. يقول الكاتب أيضا فارس الخطاب أن أكثر وسائل الإعلام في العراق تمول من أموال الفساد، وتحول بعض الإعلام سلاحا يشهر عند الحاجة ضد الخصوم. لم تستمر طويلا الولايات المتحدة بتمويل وسائل الإعلام العراقية، إذ سرعان ما تولت دول بعينها وخصوصا إيران تمويل هذه الوسائل، كل بحسب توجيهه وبرنامجه في العراق. فتحولت الواجهات الإعلامية للأحزاب والقوى الممثلة بالعملية السياسية في العراق إلى فوضى سياسية دينية طائفية شحنت الشارع العراقي بكل أسباب الفرقة، ومزجت عن عمد الصادق بالكاذب من القصص الإخبارية والوقائع التاريخية،
وكانت من أهم أسباب التطهير العرقي والتغييب القسري والقتل على الهوية والتهجير ثم التغيير الديموغرافي، بعد أن ظهرت قوة الإعلام السائب وليس الحر في العراق، وحجم تأثيره في اتجاهات الرأي العام. بدأت أكثر وسائل الإعلام تمول من أموال الفساد، وبدأت أحزاب وشخصيات سياسية تراهن على مستقبل بقائها السياسي أو استمرار نفوذها على ما تمتلكه من وسائل إعلامية، يظهر من خلالها المهاترات والفضائح المتعلقة بشركائه في العملية السياسية، فتكون بذلك سلاحاً يشهر عند الحاجة. وهكذا يفعل الآخرون من دون بلوغ الخطوط الحمر، وبما يضمن سلامة جميع الشركاء والمتوافقين في هذه العملية. وبعد مرور نحو عقدين على إنشاء شبكة الإعلام العراقية، لدينا في المشهد الإعلامي العراقي أكثر من 55 فضائية ونحو 290 صحيفة وأكثر من 120 إذاعة. تفيد ملاحظات الدارسين والمتابعين بأن أغلب هذه الوسائل باستثناء مؤسسات إعلامية يمكن وصفها بمستقلة إلى حد ما، تمارس الحظ على الكراهية وتجهيل الرأي العام. يتساءل الكاتب ثامر الهيموس في مقال بصحيفة المدى: أين الصناعة الحقيقية في العراق التي تشكل نقلة نوعية بشروطها؟ هل من خلال الصناعة التقليدية التي تصمم لإشباع الحاجة المحلية مثل صناعة الحبوب وصناعة الأدوية؟ لو كانت مصانعنا ومزارعنا وتجارتنا المتوازنة لما ارتهنا لأحد في معاشنا اليومي وفي كهربائنا التي تعتاش على غاز الجار وبموافقة الراعي الأمريكي. من ثوابت العمل الرسمي الآن وحواشيه أصبحت دورتنا الاقتصادية غير عراقية، حيث تكتمل مع من نستورد منهم الخضروات والحلويات والمعجنات والتمور والمكسرات وصولا لما كانت تنتجه أي ورشة عراقية، حتى الانتاج الأسري على حساب توفير القمح والصناعة الرسمية التي يطرح الآن عملية بيع أصولها من شركة المنصور الصناعية إلى معامل الموصل والتي تحولت إلى خردة، وباقي 85 معملا حكوميا مشلولا، بالإضافة إلى 6000 مشروع بحالة شلل كما شلت الورش الصناعية قبل 100 عام. هذا هو الاستثناء الممنهج والشرح يطول. وزارة الصناعة والزراعة أرشيفها يقول أدق وأوسع، حيث يتجسد معبرا عن إرادة وطنية عامة تجهض حين تتأهب وتتأهل. فجميع الشروط الموضوعية متوفرة، أي القوة المادية، ولكن نفتقد الجرأة المغيبة من قبل المستفيدين بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي الذي يتخادم مع المصدرين تلقائيا، وبموجب الاستراتيجيات الدولية المتناغمة وشبكات المصالح التي لا تكترث للمبادئ. ولكن المستفيد المباشر من تصدير خامات أم خضروات جاءت نعمة لتعزز وتعمق التبعية المصيرية المرسومة والمقسومة كذريعة لمن لم ير بعيون عراقية أساسا. فلسنا باتحاد اقتصادي معهم مثل دول الآسيان أو المنظومة الأوروبية، حيث الدول متكافلة، ولكننا تابع ندور بالأفلاك الإقليمية والدولية. وهكذا بتنا في ظل دولة الحد الأدنى مع شديد الأسف. إنها مرارة فقدان الزناد العراقي الذي لم يجرؤ من يقول أنا عراقي أولاً، وليس من خلال فلاتر الهوية الفرعية التي تعد الوطن ليس إلا فندق درجة ثالثة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن عسكريين أمريكيين يقولون إن هجمات روسيا استهدفت الأسبوع الحالي قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص. أيضا يزعم الكاتب من جهة أخرى أنه من أجل زعزعة استقرار الوضع وتصعيد النزاع المسلح في سوريا استخدمت الولايات المتحدة أيضا طائرات بدون طيار وضربت أهدافا برية في أيار مايو الماضي في محافظة دير الزور شرقية سوريا. قوات روسية نفذت قبل أيام عمليات ضد التحالف الدولي في سوريا، ومنها استهداف مقاتلين من نوع سيخوي موقعا في قاعدة التنف جنوب شرقي سوريا. وأضافت المصادر أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة قبل القصف بأنها سترد على هجوم مزعوم ضد قوات النظام السوري،
وبحسب المصادر فإن هجمات روسيا أثارت تحذيرات من المسؤولين الأمريكيين من أن تؤدي لمواجهة أمريكية روسية مباشرة في سوريا وتزيد من التصعيد بين البلدين. وفي الخلفية الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير شباط الماضي والتي فرضت واشنطن ومعها حلفاؤها في أوروبا خاصة عقوبات اقتصادية وسياسية قاسية ضد روسيا، كما قادت واشنطن دعما عسكريا سخيا للجيش الأوكراني لمواجهة الجيش الروسي الذي يفوقه عددا وعدة. وكان مقال بموقع مجلة نيو إسترن أوتلوك الروسي الناطق بالإنجليزية قال مؤخرا إن واشنطن تسعى جاهدة لفتح جبهات ثانية ضد روسيا في منطقة حساسة أخرى لموسكو وهي سوريا. وعد الكاتب الروسي فلاديمير دانيلوف في مقاله أن ذلك يتم عبر استخدام إسرائيل التي أصبحت غاراتها الجوية على الأراضي السورية أكثر تواترا، وقال إن الضربات الإسرائيلية تستهدف مواقع مختلفة بما في ذلك المناطق المدنية في سوريا، ويقوم الطيران الإسرائيلي بذلك في كثير من الأحياء من دون أن يدخل المجال الجوي السوري، ويتصرف بشكل رئيس من الأجواء اللبنانية أو من البحر الأبيض المتوسط. تتزايد مخاوف الولايات المتحدة بشأن الملف النووي الإيراني مع تكهنات لاقتراب طهران من تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع قنبلة نووية. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إيران تبني شبكة أنفاق واسعة جنوب موقع نطنز النووي، فيما يعتقد أنه أكبر جهد تبذله في بناء منشأة نووية. ونوهت إلى أنه رغم أن صور الأقمار الصناعية أظهرت الموقع الجديد ويتم مراقبته من الجهات المختصة التي تتعقب انتشار المنشآت النووية الجديدة، إلا أن مسؤولي إدارة بايدن لم يتحدثوا عنها بشكل علني، وقد أشار إليها وزير الجيش الإسرائيلي لمرة واحدة فقط الشهر الماضي. وفقا لمعظم الروايات فإن إيران أقرب إلى القدرة على إنتاج قنبلة اليوم أكثر من أي وقت آخر في ملحمة برنامجها النووي التي امتدت لعقدين من الزمن. وذكر الجنرال كينيث ماكنزي جونيور الذي تعاقد مؤخرا رئيسا للقيادة المركزية الأمريكية حيث أشرف على التخطيط العسكري للتعامل مع إيران أن طهران كانت تحاول على المدى القصير في الأقل الاستفادة من قدراتها النووية في أثناء تفاوضها مع الولايات المتحدة. وضف الجنرال ماكنزي أن الأولوية القصوى للإيرانيين هي استخدام التهديد النووي للحصول على تنازلات اقتصادية وغير ذلك، لكن المنشئة قد تثبت في النهاية أنها حاسمة بالنسبة لإيران إذا استمرت جهود إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 في مواجهة عقبات. وفي الوقت الحالي في الأقل يبدو أن الجهود المبذولة لإعادة فرض قيود على الإجراءات النووية الإيرانية قد ماتت، ويبحث الإيرانيون الآن عن نقاط ضغط جديدة بما في ذلك حفر المصنع الجبلي بالقرب من نطنز. وفي الأسبوع الماضي أغلقت السلطات الإيرانية 27 كاميرا كانت تعطي المفتشين القدرة على مراقبة إنتاج إيران من الوقود. وقال جروسي الأسبوع الماضي إذا بقيت الكاميرات مغلقة لأسابيع وكان من المستحيل تتبع مكان المواد النووية، أعتقد أن هذا سيكون ضربة قاتلة للآمال في إحياء الاتفاق النووي. نشرت صحيفة الاندبندنت في نسختها التركية مقال رأي للكاتب والخبير بالشأن الإفريقي يوسف كينان كوتشوك، سلط فيه الضوء على تاريخ المملكة المتحدة فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللاجئين والممارسات العنصرية التي انتهجتها المملكة على مر السنين. وقال الكاتب إن التجار الإنجليز وصلوا لأول مرة إلى الساحل الغربي لإفريقيا بعد البرتغاليين في منتصف القرن الخامس عشر، إلا أن العلاقات التجارية أو العلاقات التجارية الرئيسة نشأت بعد نحو 100 عام، أي في منتصف القرن السادس عشر. وبدأت تجارة الرقيق بالتزامن مع وصول الأوروبيين إلى القارة، وقد ظهر اهتمام العائلة الحاكمة البريطانية ودورها في هذا المجال في النصف الثاني من القرن السابع عشر مع إقرار قانون الهجرة في سنة 2014، وتم إصدار بعض القوانين بشأن أولئك القادمين إلى البلاد عن طريق التهريب بشكل غير قانوني أو الذين انتهت مدة إقامتهم القانونية.
وتم منعهم من استئجار منزل أو الحصول على رخصة قيادة أو فتح حساب مصرفي. وذكر الكاتب أن السياسات المناهضة للهجرة كانت من بين المسوغات الرئيسة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وقد قام مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون بالترويج لفكرة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى الخطابات المناهضة للمهاجرين. وذكر الكاتب أن طالبي اللجوء الذين دخلوا المملكة المتحدة بشكل غير قانوني سيرسلون إلى رواندا ضمن إطار اتفاقية وقعت في شهر نيسان أبريل الماضي، وستطبق عقوبات فيما يخص التأشيرات على البلدان التي لا ترغب في استعادة مواطنيها. وعلى الرغم من تسميتها بشراكة الهجرة والتنمية الاقتصادية، إلا أن هذه الاتفاقية تحمل في مضمونها مفهوم تجارة اللاجئين، وتخطط بريطانيا لمعاقبة ما يلجؤون إليها بإرسالهم إلى رواندا التي تنتقدها بريطانيا نفسها بشأن سجل حقوق الإنسان. وبدلاً من تقويض الإنجازات السابقة فيما يخص حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين والمهاجرين، عليها قيادة المجتمع الدولي لتطوير هذه الحقوق. تعرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لحادث سقوط خلال قيادته دراجته الهوائية لكنه لم يصب بأذى، وأظهر فيديو وزعه البيت الأبيض الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول أنا بخير. ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلتهما، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.